السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في حصة درس الدوالة الأصلية. في هذه الحصة هذه غنحاول نشوفو ملخص لدرس الدوالة الأصلية. الدوالة الأصلية كنستعملوها في درس ولا عندها علاقة وطيدة بدرس التكاملات. دونك ميمكنكش تحسب التكامل أو تفهم درس التكامل إذا كنتي مفهمش الدوالة الأصلية. إذا ناخدو دالتين اف صغيرة و اف كبيرة. إذا إلى درنا الاشتقاق للدالة اف كبيرة، إذا هو الاشتقاق ديال اكس كاري زائد اكس. إذا الاشتقاق ديال اكس كاري كيعطينا جوج اكس، والاشتقاق ديال واحد أو ديال اكس كيعطينا واحد. إذا كنلاحظوا بأن حصلنا على التعبير ديال اف صغيرة، وبالتالي الاشتقاق ديال اف كبيرة كتساوي اف ديال اكس. اذا الداله اف كبيره تسمى الداله الاصليه ل اف. هنا بطبيعه الحال المجال ديال تعريف الدالتين هو ار، اذا على المجال ار. اذا ما معنى داله اصليه لداله اف على مجال؟ إذا نأخذ التعريف، لتكن اف دالة على دي معرفة على مجال اي، نقول بأن اف كبيرة هي دالة أصلية للدالة اف على المجال اي إذا تحقق الشرطين التاليين. إذا خصني تحقق لي جوج ديال الشروط. شنو هما هاد الشروط؟ الشرط الأول اف قابلة للاشتقاق على المجال اي، والشرط الثاني لما يكون اكس كتنتمي لاي الاشتقاق ديال اف كبيرة كتساوي لنا اف صغيرة. ناخذ واحد المثال تطبيقي. بين أن الدالة f كبيرة هي الدالة الأصلية للدالة f صغيرة على i بحيث إذا عندنا i كتساوي لنا r، و f ل x كتساوي لنا x كاري ناقص 3x، وعندنا f كبيرة. إذا خصني نتحقق من الشرطين. الشرط الأول الاشتقاق، إذا لدينا f قابلة للاشتقاق على r لأنها دالة حدودية، وجميع الدوال الحدودية فهي قابلة للاشتقاق على R. الشرط الثاني خصني نحسب، إذا مهما يكون X كتنتمي ل R خصني نحسب المشتقة ديال F كبيرة. إذا هي المشتقة ديال 1 على 3 X أس 3 ناقص 3 على 2 X كاري زائد 5. إذا الاشتقاق ديال 1 على 3 إكس أس 3 هو 1 على 3 مضروبة في 3 إكس كاري ناقص 3 على 2. الاشتقاق ديال إكس كاري هو 2 إكس، والاشتقاق ديال 5 صفر لأنه عدد ثابت. إذا كنختزلو ب 3 كيبقى إكس كاري، كنختزلو بالعدد 2 تبقى ناقص 3 إكس. إذا هاد التعبير هذا راه هو التعبير ديال اف صغيرة، وبالتالي اف هي يعني الدالة اف هي الدالة الأصلية لاف على المجال R. الآن لاحظوا معايا، عندنا دالة اف صغيرة وعندنا دوال اف كبير. اذا غادي وهاد الدوال هذه كامله غادي نشوف واش هي دوال اصليه للداله اف صغيره. طيب تحل على المجال، غادي ناخذ هنا المجال ار. اذا اف واحد راه قابله للاشتقاق على ار، الشرط الاول محقق. نشوفوا الشرط الثاني، اف واحد اكس بريم الاشتقاق ديال 1 على 3 اكس أس 3 ناقص إكس كاري زائد 3. إذا الاشتقاق ديال 1 على 3 إكس أس 3 هو 3 إكس كاري ناقص الاشتقاق ديال إكس كاري 2 إكس، والاشتقاق ديال 3 صفر. إذا نختزلو بالعدد 3 كيبقى لنا إكس كاري ناقص 2 إكس تساوي إف 2 إكس. إذا F1 هي دالة أصلية للدالة F.
نشوفوا دابا الدالة اف جوج تقريبا التعبير نفس التعبير، فقط كانت 3 ولات 10. إذن كذلك اف جوج دالة قابل للشق على ار، الاشتقاق ديالها راه غيعطينا نفس هذا الاشتقاق هذا، إذا كذلك لأن درنا الاشتقاق غيعطيني كذلك حتى هو جوج اكس كاري ناقص جوج اكس زائد 10، الشق ديالها صفر، إذا كيبقى لنا اف بريم ديال اكس، وبالتالي حتى اف جوج راه الدالة الأصلية للدالة اف. نفس المسألة بالنسبة ل اف ثلاثة، اف ثلاثة كذلك دونك يختلفوا غير في الثابتة، إذا اف ثلاثة كذلك كتساوينا اف بريم ديال اكس. إذا هنا شنو هي الخلاصة؟ الخلاصة هي أنه للدالة اف عدة دوال أصلية، إذا عدد غير منتهي من الدوال الأصلية، وبالتالي نتحدث عن الدوال الأصلية لدالة اف. إذا كانت بشكل عام يمكن لنعمم هذه النتيجة في التعريف، إذا لتكون اف دالة عددية معرفة على مجال اي، إذا كانت اف دالة أصلية للدالة اف على المجال اي، فإن جميع الدوال الأصلية للدالة اف على المجال اي تكسب على هذا الشكل، على الشكل اف لإكس زائد ك. في التعبير ديالنا مثلا جميع الدوال الأصلية تكسب على هذا الشكل، يعني 1 على 3 اكس اس 3 ناقص اكس كاري، وهاد الأعداد هذه يمكن لي نديرها هي ك، بطبيعة الحال ك عدد حقيقي كينتمي لR كما بغي يكون. دابا هاد العدد ك واش يمكن لنا نحسبوه؟ العدد ك واش يمكن لي يعني نقلب عليه ونلقاه كيساوي لنا واحد العدد ثابت، عدد معلوم. بطبيعة الحال باش نحسب العدد ك خصو يكون عندي الشرط البدئي. شنو هو هذا الشرط البدئي؟ إذا نعتبره ناخد واحد المثال، عندنا اف دالة معرفة على ار، اف هي الدالة الأصلية للدالة اف على ار. إذا الشرط البدئي هو هذا، يعني ناخد مثلا اف ديال صفر كتساوي لنا واحد، وغادي نحاول نقلبو على ك. إذا اف ديال صفر كنعوض اكس بصفر، هي 1 على 3 صفر ناقص صفر كاري زائد ك، اذا تساوي، اذا هذه الصفر وهذه الصفر، اذا تساوي ك تساوي لنا 1، وبالتالي ك تساوي 1، اذا الداله اف لي اكس تصبح على هذا الشكل، ناقص اكس كاري زائد 1. اذا الثابته كنلقاوها الى كان عندي الشرط البديل. الدوال الأصلية لمجموع دالتين ثم كذلك لجداء دالة وعدد حقيقي. إذا ناخذ واحد دالة اف دو اكس اف صغيرة، والدالة الأصلية ديالها هي اف كبيرة، وكذلك عندنا الدالة جي صغيرة والدالة الأصلية ديالها هي جي كبيرة. إذا نحسبوا المجموع ديال الدالتين اف صغيرة زائد جي صغيرة، ونحسبوا المجموع ديال الدالتين اف كبيرة زائد جي كبيرة. إذا غادي نحاولوا نشوفوا هذا المجموع الدالتين واش هو الدالة الأصلية لمجموع الدالتين اف صغيرة زائد جي صغيرة. إذا لدينا الدالة هذه اللي هي المجموع ديالهم هي دالة قابلة للاشتقاق على R، نخدمه على المجال R لأنهم مجموع دالتين أو مجموع دالتين حدوديتين. نحسبوا دابا الاشتقاق ديالهم، إذا F بريم زائد G بريم هي 1 على 3 إكس أس 3 زائد إكس كاري. إذا 1 على 3 لدينا الاشتقاق يعطيني إكس مربع زائد جوج إكس، وهذا التعبير هذا راه هو المجموع ديال الدالتين اف صغيرة زائد جي صغيرة. وبالتالي كخلاصة، إذا كانت عندنا اف و جي، اف كبيرة و جي كبيرة، دالتين أصليتين للدالتين اف و جي على المجال اي على التوالي، فإن الدالة اف كبيرة زائد جي كبيرة دالة أصلية للدالة اف صغيرة زائد جي صغيرة على المجال اي. ونفس المسألة كنقولوها على الدالة
كاف. ناخد مثال، عندنا 3 في اف دو اكس تساوي 3 اكس كاري، وعندي 3 في اف كبيرة اكس تساوي اكس اس 3. اذا الا درنا الاشتقاق لهاد 3 اف كبيرة، غادي نشوف واش هو الدالة الاصلية اللي بدالة 3 اف صغيرة. اذا الا درنا الاشتقاق يعطيني 3 اكس اس مربع، وبالتالي هو 3 اف ديال اكس. الدوال الاصلية لدوال اعتيادية. اذا دابا غنحاولو نشوفو كيفاش نلقاو الدوال الاصلية لواحد الدالة. اذا غنعتمدو على جدول الاشتقاق. سبق لكم باش قريتو جدول الاشتقاق، غادي نديرو القراءة العكسية لجدول الاشتقاق. اذا في الاشتقاق كيعطيوني الدالة اف، وحنا كنلقاو الدالة اف بريم. دابا حنا غادي ناخدو هاد الدالة اف بريم اللي كتكون عندي، وغنحاول نلقى الدالة اف. اذا نبداو باول عدد اللي هو صفر. اذا الدالة الاصلية ديال صفر هو عدد ا، عدد ثابت، ولا نسميه ك، حيث ك كتنتمي لR. العدد واحد، الاصلية ديال العدد واحد دائما كنقرا في هذا الاتجاه هذا. اذا الاصلية ديال واحد هي اكس. الاصلية ديال ان اكس اس ان، هنا نقدر نعدلها شي شوية وردها هي. اذا الاصلية ديال ان ان اكس اس ان ناقص واحد، الى عوضت ان بان ناقص بان زائد واحد غادي تولي هنا ان زائد واحد ان، يعني اكس اس ان. اذا الاصلية ديال هاد التعبير هذا هو اكس اس ان زائد واحد. حنا قلنا عوضنا ان بان زائد واحد، وهاد ان زائد واحد نديها للطرف الثاني، غادي تولي الاصلية ديال اكس ان هي ماذا؟ هي اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد، دائما زائد واحد العدد ثابت دائما. الاصلية ديال ناقص واحد على اكس كاري، او ديال واحد على اكس كاري، هاديك ناقص نديها للطرف الثاني، هي واحد على اكس، اي ناقص واحد على اكس. دونك الناقص اللي كانت هنا ديناها للطرف الثاني، او لا ممكن ندير الاصلية ديال ناقص واحد على اكس كاري هي واحد على اكس. كذلك واحد على جذر اكس، دونك عندنا جوج لهيه نديها للطرف الثاني غتولي، اذا الاصلية ديالها هي جوج جذر اكس. ويمكن نخليها واحد على جوج جذر اكس، الاصلية ديالها هي جذر اكس. الاصلية ديال كوس اكس دونك هي سين اكس. الاصلية ديال ناقص سين اكس، اذا ناقص نديها للطرف الثاني، اذا الاصلية ديال سين اكس هي ناقص كوس اكس. والاصلية ديال واحد زائد طونجونت كاري اكس، او واحد على كوس كاري اكس هي طونجونت اكس. اذا كيمشو، مسألة سهلة، فقط كنديرو القراءة العكسية لجدول الاشتقاق. دابا غنحاولو نشوفو الدوال الاصلية والعمليات. اذا الا كانت عندنا تعبير بحال هذا الشكل هذا، يعني ا سينوس ديال ا اكس زائد بي، اذا الدالة الاصلية ديالها هي واحد او لا ناقص. دونك هاد ا يمكن لي نخليها تما، ويمكن لي من الاحسن نديها للطرف الثاني، دونك هي ناقص واحد على ا، بحال واحد المتساوية. دونك ملي كنديها للطرف الثاني كنقسم عليها. إذا الكوس ديال أ إكس زائد بي، نفس العملية بالنسبة للكوس أ إكس زائد بي، إذا هي واحد على أ سينوس ديال أ إكس زائد بي. الآن دابا الأصلية ديال يو بريم زائد في بريم، دونك هادي إف وهادي الأصلية ديالها. إذا إلا كانت عندنا تعبير على شكل أو بريم زائد في بريم، فالدالة الأصلية ديال هاد التعبير هذا هو أو زائد في. كذلك بالنسبة للتعبير بحال هذا، أو بريم في زائد أو في بريم، إذا الأصلية هي الجوداء هي أو في في. الآن دابا الأصلية ديال أو بريم على أو كاري، ناقص نديها للطرف الثاني، الأصلية ديال هاد التعبير هذا هو ناقص واحد على أو.
كذلك نفس العملية بالنسبة لهذا التعبير هذا. دابا الأصلية ديال هذا التعبير هذا كما درنا قبيلة، إذا الأصلية ديال U بريم U N، إذا هي U هي U N زائد واحد على N ناقص واحد. دونك إلا درسنا الاشتقاق دابا لهادي غادي نطيح في هاد التعبير هذا الأول. الأصلية دابا ديال U بريم على جذر U، إذا هي جوج جذر U. إذا هكذا كنكونو سالينا درس الدواء الأصلية والعمليات. إذا هاد المسائل هذه خصها ضروري تمارين تطبيقية باش يمكن لكم تفهموا مزيان وتهضموا العناصر ديال الدرس.